هذا الجمع العام جاء بعد استقالة السيد نائب الرئيس عصام القمري واللي التحق بالمكتب المسيري نادي الرشاد بنصر لكرة القدم. واليوم عشنا بعد أسابيع من الحوار مع مجموعة من الإخوان باش يلتحقوا ويعزوا المكتب. اليوم جاءوا عزوا المكتب المسير بعد ما بدينا بالمكتب المسير في الأول 9 أعضاء، اليوم وصلنا 15 عضو، هادو كلهم غيعطيو الإضافة لنادي رشاد برنوسي لكرة القدم داخل القاعة بسيط برنوسي. هاد الرياضة اللي كما كنعرفوه على الصعيد العالمي الآن المغرب أصبح رائد في هاد الرياضة هذا، واليوم جينا باش نعزوا المكانة ديالنا حنا كفريق ديال الحي ونكونوا الفريق الأول بالمنطقة اللي كيمثل منطقة البرنوسي في كرة القدم داخل القاعة. عندنا مشروع ديال الصعود هاد السنة القسم ممتاز ومن بعدها صعود القسم الوطني الثاني، وديك الساعة نقلبوا أكثر بأننا نكونوا كنمثلوا المنطقة ديالنا في القسم الأول. كنتمنوا توفيق جميع الإخوة اللي التحقوا بالمكتب المسير اللي غيعطيوا الإضافة إن شاء الله، وغيعطيوا الإضافة لهذا الفريق هذا اللي غيقول الكلمة ديالو في السنوات القادمة إن شاء الله. وشكرا.